السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. زي ما انتم شايفين كده عملنا كب كيك وكيكات صغيرة بدير ريد فيلفت بطريقة سهلة، مكونات بسيطة وحاجة كده تحفة اقتصادية وسهلة وسريعة، وكل ده ببضاية واحدة فقط وتحدي. تنفعك بقى في اللانش بوكس، في فطار عشاء تحلية سهلة وسريعة، ان شاء الله تجربيها. تعالي بقى معايا داخل الفيديو عشان نعرف احنا عملنا احلى تحلية دي ازاي. خليكي معايا. اول حاجة ابدأ بيها هي المكونات بتاعتنا. مكوناتنا سهلة جدا. اول حاجة انا معايا كوباية وربع من دقيق الريد فيلفت، هو بيبقى شكله كده. طبعا لما بيتحط عليها بقى السوائل بتلاقيه لونه بقى احمر، تمام؟ اهو شايفين شكله ده، بيتجاب من عند العطار او اي سوبر ماركت كبير، تمام. تاني حاجة بقى هي كوباية الا ربع من الزيت، عليها كوباية سكر، عليها كوباية الا ربع من اللبن، وبضاية واحدة بس، بضاية، تمام. والفانيليا بتاعتي والكيك شيف او البيكنج باودر، تمام. اول حاجة بقى المكونات السائلة دي الحلوة دي هاخدها كده اضربها كلها في الخلاط، اللي هي ايه؟ الكوباية الا ربع من اللبن، عليها كوباية السكر، وعليها كوباية الا ربع من الزيت، والبضاية والفانيليا طبعا عشان خاطر الزفارة بتاعت البيض. طريقتنا سهلة. في الخطوة دي انا بشغل الفرن عندي، اهم حاجة من خطوات نجاح الكيكة اللي يكون الفرن شغال مسبقا، يعني انت المفروض تدخلي الكيكة والفرن اصلا سخن، تمام. هبدأ بقى اضرب كل المكونات الحلوة دي مع بعضها ضربة كده سريعة لطيفة ظريفة، وبعد كده هبدأ اجيب بولة واسعة احط فيها ايه بقى؟ الكوباية وربع من الدقيق اللي هو بتاع الريد فيلفت، واحط عليه معلقة كده كبيرة من البيكنج باودر او الكيك شيف زي ما قلنا، اللي عندك كله موجود حطيه عندك الخير يا رب. بعد كده هبدأ ايه اضربهم كده مع بعض بالمضرب بحيث يختلط البيكنج باودر مع الدقيق الريد فيلفت، وبعد كده هنزل عليه بقى بالخليط السائل اللي عندي. اول ما ينزل الخليط بص بقى الريد فيلفت ولا سحر ولا شعوذة، هتلاقيه يتحول للون الاحمر، لان اصلا هو بطبيعته كده، يعني هو لون الدقيق بيتحول كده بالسوائل تلاقيه اتحول للون الاحمر اللي هو لون الريد فيلفت، تمام. طريقته سهلة ومكوناته بسيطة، ان شاء الله هتقومي تجربيه فورا، وكل ده ببضاية واحدة. ابدأ بقى اجيب ايه الصينية بتاعت الكب كيك بتاعتي، وابدأ احط عليها القوالب بتاعت الكب كيك كده. الكب كيك مش هعمليها كلها، يعني اسيب كده ايه شويه كده ايه فوق من فوق كده، بحيث اللي هي لسه هتتنفش معاكي كده في الفرن، اهم حاجه يكون الفرن عندك سخن، تمام. وبعد كده بقى اجيب منديل وامسح بقى ايه الزوايد اللي هي نزلت كده ايه في الجناب، وزي الفل ابدا اشيله على جنب لحد ما اعمل الكيكه عشان ادخله كله مره واحده. جبت القوالب دي اللي هي بتاعت التارت، تمام، وابدا ادهنها ادهنها كده ماده دهنيه، وابدا برضو احط فيها الخليط بتاع الريد فيلفت. هو عمل تلات قوالب كده، مفيش مشاكل، احطها في صينية. We'll be right back.
طبعا هتتاكل سريع سريع برضو. البيت بقى اللي عنده ولاد الحاجات الحلوة دي بتخلص بسرعة، فيعني هتلاقيها خلصت على طول يعني ان شاء الله. طعمها لذيذ، طريقتها حلوة، مكوناتها بسيطة، هتقومي تعمليها في اي وقت ان شاء الله وهتعجبك طريقتها. بصوا شايفين الشكل، يعني حاجة كده عظمة على عظمة. اهو هبدأ افتح معاكم واحدة بحيث ان انتوا تشوفوها برضو من جوه، وفي نفس الوقت تعرفوا اللي هي استوت معايا ولا لأ. ويا حاجة كده يعني هتشرفك في العزومات، عندك عيد ميلاد تنفعك قوي وهترمي معاكي. تمام، هبدأ افتحها كده من جوه، اهو طرية وهشة وجميلة وزي الفل، تتاكل بقى كده حاجة يعني فلة فلة فلة. اهو اللون بتاعها محمر من جوه والكريم شانتيه سايح ونايح وحاجة كده زي الفل. ان شاء الله بقى لو عجبكم الفيديو تقوموا تجربوا الوصفة بتاعتي دي، هتعجبك وهتعجب ولادك كتير كتير كتير. وان شاء الله ان شاء الله ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لك كل جديد، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وحاجة حلوة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.